السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ها صوت واضح كده؟ طيب ان شاء الله هنكمل النهارده. لو فاكرين اخر مره كنا اتكلمنا فيها، كنا بنتكلم على عمليه البوست. حد فاكر؟ كنت قلت لك ان البايوس بيبدا الاول، بعد البايوس بيتشيك الهاردوير. قلت لك بيتشيك الهاردوير الاساسي اللي لازم يكون موجود، زي الرامات، زي البروسيسور، الحاجات الفرعية اللي ملهاش أي لازمة ممكن يتخطاها، مش لازم تكون موجودة. يعني الجهاز مش فيه ماوس ممكن يعدي. إيه تاني؟ بعد كده بيروح ينفذ حاجة اسمها الـ IPL. الـ IPL هو اللي بينده على البوت لودر. قبل ما بينده على البوت لودر، الأول البايوس بيتشيك يشوف هل في عندك بوتابل ديفايس ولا لأ. طب لو عندك بوتابل ديفايس، السيتنج بتاعته كانت بتقول له يبدأ من انهي واحده فيهم الاول، تمام كده؟ طيب كلام جميل. فرضنا ان هو كانت البوتابل ديفايس بتاعته كانت الديسك، فاوتوماتيك هيروح الاي بي ال يتنفذ، يروح ينده على البوت لودر. البوت لودر كنت قايل لك بيتكون من جزئين، الجزء الاول ها موجود في الام بي ار نفسه، الجزء الثاني ودي الملفات نفسها هتلاقيها موجوده فين؟ هتلاقيها موجوده في او على الديسك بتاعك، تحديدا تحت سلاش بوت، تمام كده؟ طيب كلام جميل. بعد كده البوت لودر بمجرد ما يعمل، او البوت لودر هو اوتوماتيك هيكول، هينده كده على الكيرنل، خلاص كده. وكنت وريتك سطر كده على السريع كده مؤقتا لحد ما نخش في الجزء بتاع الترابل شوتينج اللي خاص بالبوت لودر. ان الكيرنل بيتعمل له لود هو الانيت ار دي، عن طريق ملف الكونفيجريشن بتاع البوت لودر نفسه. طيب كلام جميل. فاكر كمان كنت قلت لك ان البوت لودر بتاعنا اسمه الجراب، والجراب ده كان اختصار للجراند يونيفايد بوت لودر. والجراب ده قلت لك بيفهم اي اوبريتنج سيستم، هو الخيار الاول بالنسبه لنا، ولسه هنتكلم عليه بالتفصيل. يعني ممكن اقول لك من دلوقتي ان هو بيسبورت مثلا ان انا ابوت اكتر من اوبريتنج سيستم، ده رقم واحد. بيسبورت ان انت تعمل سكيورتي على الجراب ازاي، او ازاي احط باسورد على الجراب ده عشان ما حدش يقدر يعدل او يعمل في اي حاجه فيه، وهنيجي الجزء ده بالتفصيل، فما تشغلش بالك بيه دلوقتي، ما علينا. المهم ان الجراب بدا عمل لود للكيرنل، الكيرنل بدا يشتغل. الكيرنل اول ما هيشتغل هيماونت الفايل سيستم بتاعك، او هيماونت الروت فايل سيستم الاول كريد اونلي. بعد ما يعمل له ماونت ريد اونلي ويتاكد ان كل حاجه تمام، هيعمل له ماونت ايه؟ ريد رايت، تمام؟ وقلت ليه بيعمل ماونت الاول ريد اونلي وبعد كده يعمل ماونت ريد رايت؟ بيعمل ماونت ريد اونلي الاول عشان لو الفايل سيستم بتاعك كوربتد، عشان لو الفايل سيستم بتاعك كوربتد ايه اللي يحصل؟ الدنيا ما تبصش، تمام كده؟ تمام؟ طيب كلام جميل. بعد ما عمل ماونت ريد اونلي ولقى الفايل سيستم مظبوط ومفيش اي مشاكل فيه، هيعمل له ماونت ريد رايت، تمام. عمل ماونت ريد رايت، هيبدا بعد كده الكيرنل ينده على مين؟ على سيستم دي او الانت، تمام، على حسب انت شغال ريل 6 ولا ريل 7. لو شغال ريل 6 فما قبل هينده على الانت، لو شغال ريل 7 هينده على مين؟ على سيستم دي. طيب كلام جميل، ممتاز جدا. الانت بدات، بمجرد الانت ما تبدا هي اللي هتبدا تكل مين؟ بقيه السيرفيسز اللي موجوده عندك، وهتبدا تندع عليهم واحده كده ورا الثانيه. يعني هتبدا تندع على النتورك مانجر، تبدا على الاس اس اتش، الاكس اورج او الجرافيكال انترفيس، ولسه هنتكلم على موضوع الاكس اورج ده كمان. بقيه السيرفيس بقى بالتفصيل، موبايل بقى الكرون، الاد ديمون، الادفانسد باج ريبورتنج تول، واتيفر بقى الاباتشي، لو عندك اف تي بي سيرفيس هتعمل لها كول. كل الكلام ده هو اللي بينده على مين؟ على سيستم دي. طيب كلام جميل. في عندنا النهارده، او في عندنا موضوعين رئيسيين عايزين نركز عليهم، بس في عندنا موضوعين رئيسيين عايزين نركز عليهم. الموضوع الاول اللي هو الخاص بالمين؟ بالبوت لودر نفسه. الموضوع الاول وده الخاص بالبوت لودر، تمام؟ والموضوع الثاني هيكون خاص بالسيستم دي، تمام؟ الموضوع الأول عندنا ده
البوت لودر او الجراب بتاعنا. الموضوع التاني اللي هو سيستم دي، تمام؟ لو احنا ماشيين على حسب الترتيب كده كنقاط المفروض ناخد ده الاول، بس انا عايز اديكوا ده الاول. ماشي، هنبدا بده الاول، يعني ربنا يكرم ونحاول نخلصه النهارده، بعد كده نخش على البوت لودر بكره، ولو في وقت النهارده ناخده كمان. ونبدا نتكلم على موضوع الترابل شوتنج بتاع البوت لودر والترابل شوتنج ان انا ازاي اريست الباسورد بتاع الروت وخلافه. يعني هنا كده اكملناها مفصصه لاكتر من نقطه، اكملي ده مفصصه كده لمجموعه نقاط، ف هسيبها. تعال نركز كده على الموضوع ده دلوقتي. يعني خلينا فرضا ان احنا فاهمين البوت لودر بدا نده على الكيرنل، الكيرنل هينده على سيستم بي. تعال نمسك سيستم دي بقى كده بالتفصيل الممل نتكلم عليه. ماشي، طيب كلام جميل. من الاول بقى لنا كام يوم كده عمال اقول لك البروسيس مانجمنت، وان اول سيستم اول بروسيس ما عندك على سيستم، اول بروسيس كانت بتقوم كانت سيستم دي او انت، وكانت سيستم دي كانت دايما بتاخد الرقم رقم واحد عندك، صح؟ فاكر؟ وان سيستم دي بتقوم بتنده على اي سيرفيس تانية موجودة، وبتنده على بقية الابليكيشنز، تقول لها اشتغل يا سيرفيس يا اللي اسمك SSH، ويا سيرفيس يا اللي اسمك اباتشي اشتغلي، ويا سيرفيس يا اللي اسمك FTP سيرفر اشتغل. كل الكلام ده اللي بينده عليهم مين؟ سيستم دي. وقلت لك لو انت شغال على ريل 6 او ريل 7 هتلاقي اسمها init، يعني اسم اول بروسيس بتقوم في السيستم كان اسمها init، تمام؟ طيب بص، الناس اللي عملوا مايجريشن لريل 7، يعني الناس اللي عملوا ابجريد لكل حاجه عندهم لريل 7 لحد النهارده عدد محدود جدا. مش هضحك عليك واقول لك ناس كتير عملت مايجريشن لريل 7، لحد النهارده ناس كتيره شغاله على ريل 6. عايز اقول لك ان معظم الانتربرايز اصلا شغالين على ريل 5 لحد النهارده، تمام؟ فانا عشان بس ليك انت بس، من لما اجي اتكلم دلوقتي على سيستم دي، لما اجي اتكلم على سيستم دي هقول لك معاه كمان في السكه الانت، يعني احطهم كده، يعني اقول لك ايه زي مقارنه بين الاثنين، هجيبها لك في صوره مقارنه بين الاثنين، عشان والله لو جيت ورشقت لقيت نفسك لبست في سيستم عليه ريل 6 ها تقدر تدوس، رشقت في سيستم عليه ريل 7 تقدر تدوس. وليه الناس ما عملتش مايجريشن لريل 7 لحد النهارده؟ مفيش اي سبب مقنع لا حاجه زي كده، الا ان الفندورز لحد النهارده معظم الديفلوبمنت ومعظم الحاجات اللي اتعملت لهم كانت مكتوبه على ريل 6. خلاص، لو حد فيكم اشتغل في الانتربرايز وشاف السوق، يعني مثلا لو اتكلمت على شبكات زي شبكات الموبايل، يا عم ها عارف شبكات الموبايل دي مثلا، الفندورز بتوع شبكات الموبايل الموجودين في العالم كله عدد محدود جدا. يعني لو بصيت هتلاقي اكبر اثنين موجودين في العالم شركه اسمها نوكيا، مش نوكيا بتاع الموبايلات، نوكيا بتاع الموبايلات دي لها فرع كامل كده اسمه، يعني هو متخصص بس في الاتصالات، ماشي، NSN تحديدا او نوكيا سيمنز نتورك. وفي الجزء الثاني او اقول لك ايه، الانتربرايز الثاني الكبير قوي العملاق اللي بدا يظهر في الصوره بقاله سنتين ثلاثه كده اللي هو هواوي. حلو، عايز اقول لك ان الاثنين معظم السوفت وير بتاعهم لحد النهارده الديفلوبمنت اللي كانت بتتم على 6، لسه الناس اصلا ما فكروش يعملوا ايه ريليز ل7. خلاص تمام كده. طيب لا، انا عن نفسي انا لو ابتدي النهارده، انا عن نفسي كنت بعمل مايجريشن للشبكه، كنا بنعمل ابجريد للشبكه، عملت مايجريت لكل حاجه على 7 والحمد لله كل حاجه اشتغلت معايا زي الفل. خلاص كده؟ طيب كلام جميل. نبدا بقى ايه؟ عشان ما نقعدش نضيع وقت، تعال نبدا كده ايه؟ ناخد ايه مقارنه بين الاثنين. بص، الاثنين متفقين في حاجه واحده، يعني انت وسيستم دي كل دورهم في الحياه ان هم يندهوا على بقيه السيرفيسز، صح؟ يعني الكيرنل بينده على سيستم دي او بينده على انت، نفس العمليه، مفيش اي اختلاف، الاثنين بيعملوا نفس الحاجه، الاثنين بيندهوا على بقيه السيرفيس او بقيه البروسيس اللي موجوده عندك على المكنه. تمام كده؟ طيب بس ايه الاختلاف؟ بص يا سيدي، تعال كده ناخد انت كده هنا، وتعال ناخد سيستم دي الناحيه الثانيه قصادها. بص يا سيدي،
انت كانت شغاله ازاي؟ كانت شغاله بالشكل ده، عندك بروسيس اسمها اس اس اتش، تنده على اس اس اتش تقول لها اشتغلي، بعد ما الاس اس اتش خالص تخلص، ها بعد ما السيرفيس دي تقوم، عندك سيرفيس وليكن اسمها اباتشي، ابدا يا اباتشي اشتغل. لو دي مثلا كانت بتاخد 5 ثواني ودي كانت بتاخد 3 ثواني، بعد كده عندك سيرفيس ثالثه وليكن اسمها اف تي بي، دي بتاخد 8 ثواني هي كمان. فتخيل كده، بص 5 زائد 3 زائد 8، 5 و3 8 8 8، يبقى الاجمالي الوقت اللي انت كنت محتاجه حوالي 16 ثانيه عشان تشغل الثلاثه سيرفيسز دول او الثلاثه بروسيس دول، ماشي كده؟ دي الطريقه اللي كانت انت شغاله بيها، تنده على بروسيس لازم تستنى لحد ما البروسيس دي تقوم او تفيل، وبعد كده تبدا على اللي بعدها، تنده على اللي بعدها، تمام كده؟ يبقى كانت بتنده على بروسيس وتستناها، ها يا اما تشتغل يا اما تفيل، خلصت تنده على اللي بعدها، خلصت تنده على اللي بعدها. سيستم دي، لان العمليه دي عمليه مزعجه جدا وبتضيع وقت كبير جدا في البوت. ليه؟ لان السيرفيس دي ليه ما اعملش كده، ابدا الاس اس اتش وابدا الاباتشي وابدا الاف تي بي مع بعض، ليه ما ابداش الثلاثه مع بعض؟ فبقى اللي بيحصل كالاتي، بقى اللي بيحصل كالاتي، تعال نمسح كده. يعني تعمل كول، سيستم كول، تبعت لها سيجنال كده تقول لها اعملي ستارت اشتغلي، خلاص. سيستم دي بقى بتشتغل ازاي؟ عندك ثلاثة سيرفيس نفس النظرية، وليكن عندك الاس اس اتش، الاس اس اتش بياخد 3 ثواني او بياخد 5 ثواني اهون، وعندك الاباتشي، الاباتشي ده كان بياخد وليكن 3 ثواني، وعندك الاف تي بي، والاف تي بي بياخد 8 ثواني، خلاص كده. بص لي كده، هيبداهم مع بعض في نفس اللحظه، هيكول او السيستم دي لما تيجي تنده هتنده للاس اس اتش والاباتشي والاف تي بي مع بعض، خلاص. فكده الوقت الاجمالي اللي انت عايزه دول كلهم مع بعض كام؟ الوقت اللي هتستناه اهو 8 بس، شفت؟ فبكل بساطة تقدر تقول ان سيستم دي بتنده على بروسيس او بتكول البروسيس والسيرفيسز وهي بتبدأ ان بارلل، يعني بتكلمهم كده، تنده لهم كلهم بالتوازي، تقول لهم يلا اشتغلوا، يلا يا اباتش اشتغلي، يلا يا اس اس اشتغلي، يلا يا ابلكيشن باج ريبورتنج، يلا يا كرون، يلا يا ات، كل السيرفيس دي تشغلهم كلهم مع بعض والجهاز بيبدا، تمام كده؟ في نفس الوقت. لكن انت كانت بتنده على واحده تقول لها اشتغلي، تستنى لما تخلص تنده على اللي بعدها، لما تخلص تنده على اللي بعدها، وهكذا. يبقى الوقت اللي السيستم دي هتستهلكه عشان تبوت السيستم بتاعك هيكون دايما اقل من الانت، تمام كده؟ ها وضحت؟ دي واحدة من أهم الفيتشرز اللي موجودة في مين؟ ها في سيستم دي. دي واحدة من أهم الفيتشرز اللي موجودة في سيستم دي. طيب إيه كمان يا سيدي؟ تعال نمسح الكلام ده كده بسرعة. ايوه، ايه المشكله؟ الجهاز لسه بيبدا، ايه المشكله لما تنهك البروسيسور؟ ايه اللي هيفرق معاك في ايه لما البروسيسور والجهاز بيبدا لسه شغال 10% ولا 20% ولا 30% ولا 50%؟ عايز اقول لك ان في جزء التراك بتاع البرفورمانس تيوننج، ها التراك بتاع البرفورمانس تيوننج، كان في سطر كده عجبني جدا، بيقول لك ان المكنه دي مش، يعني سطر لو ترجمته كده بالعربي بيقول لك ان المكنه بتاعتك دي هي او البروسيسور تحديدا، كان بيتكلم على البروسيسور كده بشكل خاص، بيقول لك البروسيسور ده هو مكنه، مش هيحس انت مشغله بتجهده، مش هيعرق منك ولا يتعب منك ولا اي حاجه من الكلام ده كله. البروسيسور مش هيقول لك انت مشغل لي على 70% ليه ولا مشغلني على 10% ليه، ده كله يرجع لاحتياجك انت. معنى كده ان انت لو شغلته على 70% وفتح لك السيستم بسرعه
احسن ولا تشغله على 10% وتستنى 5 دقايق لحد ما السيستم يبوت، او تستنى 2 دقيقة لحد ما السيستم يبوت، ايه احسن لك؟ ها هيبقى ايه الاحسن في الحاله دي؟ ان انا اشغله على مش على 70%، شغله على 99% يا عم، بس ابدا لي السيستم بسرعه. خلاص كده؟ طيب اللي بعده كمان، بص يا سيدي، السيستم دي وهي شغاله برضو، ايه اللي بيحصل لها؟ بكل بساطه الاول، لو حد فيكم كان جرب شاف الانت دي، الانت دي انا قلت لك بتنده على بقيه مين؟ السيرفيس، بتعمل كول تكلم بقيه السيرفيس تقول لها اشتغلي، خلاص زي الاس اس اتش وزي الاف تي بي ومش عارف وزي بقيه السيرفيس اللي موجوده عندك بكل بساطه. طيب عشان انت كانت تنده على كل سيرفيس من دول، كان كل سيرفيس ليها عباره عن حاجه اسمها انت سكريبت، كان كل سيرفيس ليها انت سكريبت، كل سيرفيس فيهم كان ليها سكريبت مكتوبه، السكريبت دي انت هتستخدمها عشان تبدا السيرفيس دي. معنى كده ان اس اس اتش كان ليها سكريبت، والاف تي بي كان له سكريبت، واي سيرفيس ثانيه الانت هتشغلها كان ليها سكريبت خاص بيها، كان ليها ملف كده عباره عن شيل سكريبت خاصه بيها انت كانت هتستخدمها لما تيجي تنده على السيرفيس دي. امال سيستم دي يا عم؟ قال لك لا يا معلم، سيستم دي بدل ما هي سكريبت هيكون ليها عبارة عن حاجة اسمها يونت فايلز. قال لك طب ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق بين السكريبت وبين اليونت فايلز؟ بكل بساطة السكريبتات دي كانت عبارة عن شيل سكريبت، اما اليونت فايلز دي عبارة عن ايه؟ اليونت فايلز دي عبارة عن ملفات تكست برضو عادية زيها زي السكريبتات، بس مفيش فيها كود زي ما انت متخيل، ده كل اللي موجود فيها عبارة عن variable equal to value بس كده، مفيش فيها كود بالمعنى التقليدي. يعني عملية الديباجنج والترابل شوتنج ليها هتكون اسهل بكتير جدا من مين؟ من الانت سكريبتس دي. خلاص؟ وهوريك دلوقتي مثال الفرق ما بين اليونت فايل وما بين الانت سكريبت دي. تعالى كده قبل ما نقل على حاجة هوريك مثال بينهم، هوريك مثال. تعالى كده نشغل المكنة دي. حلو جدا، بص لي كده يا سيدي، هوريك مثال على نت سكريبت كده. لس كده اي تي سي انت دوت دي مثلا نتورك، عندي سيرفيس اسمها نتورك، دي المسؤوله ان النتورك سيرفيس تقوم عندي على الجهاز. بص كده شايف الكود بتاعها عامل ازاي؟ بص كده كويس، شايف الكود عامل ازاي؟ عبارة عن سكريبت، جمل اف وفور ووايل ودو وايل، بص سويتش كيس موجودة، هي سكريبت عادية، شايف سكريبت، كود مكتوب، وشايف الكود شكله عامل ازاي؟ شايف الكود شكله عامل ازاي؟ تمام كده؟ طيب بص لي بقى كده، سيستم دي عندك يا سيدي سيستم وليكن
SSHD سيرفيس. بص لي كده، ده الملف اللي السيستم دي هتستخدمه عشان تستارت الاس اس اتش سيرفيس والجهاز بيبدا. بص كده، شايف الفرق بين ده والتاني؟ بذمتك مين اللي شكله يعني بالعقل كده، بالعقل بالعقل، مين اللي شكله احسن، ده ولا التاني؟ ها انا عايزك انت تحكم. تخيل لو انت بتترابل شوت الملف ده وانت بترابل شوت ملف شيل سكريبت، مين اللي هيبقى اسهل بالنسبه لك؟ اكيد طبعا ده يعني اكيد بالعقل، يعني بالعقل مليون في المية. فده الفرق التاني. يبقى ده الفرق التاني بين ها الانت وما بين سيستم دي. السيستم دي كانت بتستخدم اليونت فايلز، الانت كانت بتستخدم شيل سكريبتس. طيب سؤال بقى، سؤال هو معلش، لو انا كان عندي سيرفيس قديمه قوي مكتوبه بقى لها سنتين زي اوراكل، يعني مثلا لو حد فيكم متابع للسوق كويس هيلاقي ان اوراكل تقريبا ايوه معقد اكتر. اوراكل تقريبا يا سيدي عملت ايه؟ اخر ميجور ريليز لاوراكل تقريبا كان من حوالي سنتين ونص تقريبا، حاجه كده ايه صح؟ تمام كده؟ طيب في الوقت ده ما كانش اصلا ريل 7 لسه نزل، كانت الناس لسه شغاله على ريل 6. معنى كده ان اوراكل وهي بتريليز ها البوت اب او الستارت سكريبت كانت كاتباها شيل سكريبت، كانت كاتباها انت سكريبت. معنى كده ان عشان اشغل اوراكل مش هعرف اشغله على ريل 7 بالعقل يعني. تاني تاني، اوراكل لما عملت ريليز للداتابيس بتاعتها ما كانش لسه ريل 7 نزل. معنى كده ان ما كانتش لسه اوراكل كتبت سيستم دي سكريبت عشان تقدر تشغل الاوراكل. تمام؟ يبقى انت عندك حل من اتنين، يا اما تشغل اوراكل على ريل 6 او يا اما تكتب بنفسك ها السكريبت بتاعت ها السكريبت بتاعت سيستم دي عشان تشغل اوراكل، صح؟ حاجه من الاثنين. هقول لك لا، ثانيه واحده، انت لا محتاج ده ولا محتاج ده. ازاي يا عم؟ قال لك سيستم دي كومباتبل مع الانت. يعني لو عندك سيرفيس والسيرفيس دي كانت مكتوبه على الانت القديمه، كانت مكتوب لها شيل سكريبت او انت شيل سكريبت قديمه، ممكن برضو تشغل الانت مع سيستم دي في نفس الوقت. يعني سيستم دي كومباتبل مع الانت، يعني لو عندك سيستم دي ممكن ترن سكريبت كانت مكتوبه للانت. وصلت؟ تاني تاني، سيستم دي هتبقى كومباتبل مع الانت. يعني لو عندك سيرفيس قديمه مكتوبه من سنتين ثلاثه زي الاوراكل مثلا او زي الاي بي ام دي بي 2 كانت مكتوبه للانت، هل ينفع استخدم الشيل سكريبت دي؟ قال لك ايوه، خليك زي ما انت شغالها انت، لان سيستم دي بتسمح ان هي والانت يكونوا الاثنين شغالين مع بعض في نفس الوقت، فسيستم دي كومباتبل مع الانت. خلاص ماشي كده؟ لا مش هيكون في باجز، كل واحده فيهم شغاله لوحدها. لكن مين الرئيسيه بالنسبه لك؟ سيستم دي الرئيسية، هي واحدة بس فيهم. عايز اقول لك ان سيستم دي كده بكل بساطة اللي هيحصل ايه؟ ان سيستم دي هتنده على الانت المرة دي، وانت هي اللي هتروح تنده على السيرفيس اللي هي كانت مكتوب لها شيل سكريبت باسمها دي، وليكن اوراكل مثلا. انت هتنده على اوراكل، بس مين اللي هينده على الانت نفسها دلوقتي؟ سيستم دي. فيبقى البروسيس الرئيسية هي مين؟ هي سيستم دي. لو عايز تتخيلها كده هتبقى كالتالي اهو، سيستم دي دي الرئيسيه بتاعتك، هتنده على مين؟ على الانت. تروح الانت نادها على الشيل سكريبت وليكن بتاعت سيرفيس قديمه زي الاوراكل او زي الدي بي 2 اي بي ام دي بي 2. شفت؟ فتبقى سيستم دي برضو كومباتبل مع مين؟ مع ده. يعني لو عايز ترن اوراكل على ريل 7 واوراكل دي كان مكتوب لها انت سكريبت، تعرف ترنها؟ ايوه، من غير اي مشاكل خالص. وضحت؟ ها يبقى دي الفيتشر الثالثه اللي موجوده في سيستم دي. طيب الفيتشر الرابعه اللي موجوده في سيستم دي، تعال امسح الكلام ده كله كده. ايه الفيتشر الرابعه بتاعت سيستم دي؟ سيستم دي لما جم عملوها قال لك بص يا عم، بص يا عم، الانت دي كانت بنت كلب قوي. ليه؟ كل حاجة موجودة فيها، وهوريك أمثلة دلوقتي، ها كل حاجة عايز تعملها ليها أمر مختلف. يعني مثلا
عايز تشغل سيرفيس دلوقتي ليها امر. طب عايز تتاكد او تبقى متاكد ان السيرفيس كل مره الجهاز يبدا تقوم مع الجهاز برضو ليها امر تاني. خلاص. طيب عايز ايه كمان؟ وليكن فرضا ايه يا سيدي، ايه مثال كمان اصعب؟ عايز اديك مثال اصعب عنها كمان. مش لاقي مثال اصعب. حلو، هما الاثنين دول اصعب حاجتين، او يعني مش اصعب حاجتين، لا اكتر حاجتين كانوا بيضايقوا الناس، اكتر حاجتين كانوا بيضايقوا الناس ان عندك اوامر مختلفه مع انت. يعني انت دي انت كل تاسك عايز تعملها ليها امر، كل تاسك عايز تعملها ليها امر، فكنت بتلاقي نفسك في الاخر مضطر تحفظ شويه اوامر كتيره قوي كده. خلاص. لكن مع سيستم دي، ها انسى الكلام ده كله، عندك امر واحد هيخليك او هيديك فول كنترول على اي سيرفيس عندك، اسمه سيستم كنترول، سيستم سي تي ال، سيستم كنترول. هو امر واحد بس، مش امر لكل تاسك، مش امر لكل تاسك بالمنظر ده. الاول كانت حاجة غبية جدا، كل ما احب اعمل حاجة ليها امر، اعمل حاجة ليها امر، ماشي كده. انما دلوقتي كل حاجة بتعمل لها مانج منين؟ عن طريق امر واحد بس اسمه سيستم كنترول. ماشي. طيب كلام جميل، ماشي. ايه كمان اخر حاجه بقى سيستم دي بتديها لك عشان انهي الموضوع دون ونبدا نتكلم عملي بقى وعذبكم معايا النهارده شويه؟ سيستم دي بتعمل لك ايه؟ سيستم دي لما جت اتكتبت، اتكتبت معاها سيرفيس تانيه اسمها جورنال دي. خلاص، اعتبر كده ان الاتنين دول توأم، ماشي كده. ايه موضوع جورنال ده يا عم؟ بص يا سيدي، موضوع اللوجينج. خلاص، عارفين اللوجز؟ لوج، عارفين اللوجز هي ايه؟ ها، عباره عن ملفات، اي حاجه بتحصل على الماشين بتتسجل فيها. يعني يوزر عندك عمل لوجن على المكنه، يوزر عمل لوج اوت، يوزر عمل ريبوت للمكنه، يوزر عمل شوت داون للمكنه، يوزر اتضاف على المكنه، ها، يوزر عدل في سيرفيس معينه، اي حاجه، اي حاجه بتحصل على المكنه بتتسجل في لوج، يتقال لك ان اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه اليوزر الفلاني عمل التاسك الفلانيه. ده اللوج. اللوج ده كان فيه مشكله معانا كسيستم ادمنز ايام زمان. خلاص، ايه المشكله اللي كانت موجوده؟ بص لي كده، انا قلت لك ان البوت لودر بيبدا، البوت لودر هين ده على مين؟ على الكيرنل، صح؟ ماشي كده. الكيرنل هينده على مين؟ على الانت، ماشي. فرضا الانت هتبدا بعدها تنده على بقيه السيرفيس اللي موجوده، تشغلهم واحده ورا الثانيه، صح كده؟ تمام. كان عندنا سيرفيس ايام زمان اسمها سيسلوج، ولما طوروها خلوها اسمها ار سيسلوج، ماشي. اي حاجه بتحصل في الحته دي كده ما كنتش بتقدر تشوفها كلوج الا لما تعمل ايه؟ الا لما ارسس لوج سيرفيس دي تبدا الاول. يعني ايه؟ يعني لو كان عندك سيرفيس هنا كده في الاول، السيرفيس دي اسمها وليكن ماي سيرفيس، ماي سيرفيس دي كانت بتقوم، ماي سيرفيس دي كانت بتقوم قبل ارسس لوج، كنت هتقدر تشوف اللوجز بتاعتها؟ ما كنتش هتقدر تشوف اللوج خالص، ما كنتش هتقدر تشوف اللوج. خلاص، لان ارسس لوج دي مين اللي بيبداها؟ انت. طب لو انت بدات ماي سيرفيس قبل ارسس لوج، ارسس لوج هتجمع اللوجز ازاي؟ الارسس لوج دي هي اللي كانت بتجمع اللوجز في الفايلز، هي اصلا لسه ما بداتش، فهتجمع ازاي اصلا اللوجز؟ لسه ما جمعتش اي حاجه. طب اللي كان بيحصل في الاول هنا، هل انت قادر تشوف ايه المشكله اللي كانت موجوده؟ هل المشكله في الكونفيجريشن ولا في ايه بالظبط؟ ولا السيرفيس نفسها بتفيل؟ يمكن المشكله فاير وول، ولا المشكله في السي لينكس، ولا المشكله في ايه بالظبط؟ ولا البايبر نفسه فيه مشكله؟ ما تعرفش ايه اللي حصل اساسا.
فكان الجزء ده بالنسبه لك كده عباره عن ها بلاك بوكس كده، مش قادر تشوف ايه اللي بيحصل، كان عباره عن بلاك بوكس الجزء بتاع البوتنج ده، كان فيه مشكله. فلما جم كتبوا سيستم دي حاولوا يتلافوا المشكله بتاعه الانت، راحوا عاملين حاجه اسمها جورنال. دي جورنال دي هتبقى وظيفتها برضو تجمع اللوجز، خلاص مش كده بس، جورنال دي كمان لما كتبوها كتبوها بشياكة قوي، لو حبيت تعمل سيرش على لوج ممكن تستخدم جورنال دي برضو، هتستخدم امر المرة دي اسمه جورنال كنترول، وهنجيله ان شاء الله بالتفصيل. يبقى انت عندك مع سيستم دي سيستم كنترول، مع جورنال دي جورنال كنترول، وجورنال كنترول ده ابن حلال قوي. انا ممكن اقول له يا جورنال كنترول دور لي في اللوجز مع ارسس لوج القديمه وسيس لوج، مع سيس لوج العاديه وارسس لوج فريل 6، لما كنت بتدور على اي مشكله في اللوجز كنت بتدور في الملف كله كامل. طب انا عايز اعمل فلترنج، انا عايز اقول له دور لي في اللوجز على المشكله اللي حصلت من الساعه 6 الصبح للساعه 9 الصبح. الكلام ده ما كنتش تقدر تعمله مع ارسس لوج، لكن مع الجورنال دي او مع الجورنال باستخدام الجورنال كنترول كوماند ده ممكن تعمل حاجه زي كده. ممكن اقول له سيرش لي على او سيرش لي في اللوجز الخاصه بالسيرفيس اللي اسمها اس اس اتش فقط، مش اي سيرفيس ثانيه. فبدل ما كنت بتدور في 2000 سطر لوجز بقيت بتدور دلوقتي في ايه، وليكن في 30 سطر بس ولا في 20 سطر بس، هتوفر عليك كتير جدا. ماشي، ها وضحت كده؟ ماشي، طيب كلام جميل حلو. تيجوا نجرب بقى نشتغل عملي، تيجوا نجرب نشتغل عملي، ها كمل، حد عنده اي مشكله يوقفني، اللي عنده اي سؤال يوقفني. طيب كلام جميل، في نقطة بس لازم أوضحها لك، في نقطة بس لازم أوضحها لك، اللي هي إيه؟ إن التطور من إنت لسيستم دي ما تمش بين يوم وليلة. التطور من إنت، يعني إحنا كده الإنت دي بكل بساطة احنا شغالين بيها كلينكس ادمنز من زمان جدا. عايز اقول لك ان دي الديفلوبمنت بتاعتها بدات يمكن اكتر من 20 سنه، يمكن اكتر من 20 سنه من زمان جدا. فالانت دي احنا ما اتطورناش ما بين الانت وسيستم دي ما بين يوم وليله يا عم والله، ده كان في النص كده في شويه امبلمنتيشنز تمت. يعني مثلا عايز اقول لك ان اتعملت امبلمنتيشن اسمها اب ستارت، خلاص كده. لو حد فيكم اشتغل على اوبونتو ها وليكن 12 10 و4 و12 12 4 والكلام ده، هيلاقي ان انت كانت عمل لها ريبليسمنت بسيستم تاني اسمه اب ستارت، خلاص كده. ده الاوبونتو تيم هو اللي كان يعني بيبوش الناس تستخدم اب ستارت ده، واب ستارت بالمناسبه كان برضه بيستخدم بارلل بوت او بارلل اقول لك ايه بارلل بوتينج سيستم، خلاص كان بيستخدم بارلل بوتينج سيستم. بعد كده جم الديفلوبرز بتوع في دورة بداوا يتكلموا على ان احنا عايزين نحسن الاب ستارت نفسه، عايزين نعمل حاجه احسن من الاب ستارت كمان. فراحوا كاتبين مين، ها كتبوا سيستم دي، وبعد كده الناس بتوع في دورة وأوبونتو الاثنين بقوا شغالين بمين، بسيستم دي. سيستم دي اثبت ان هو افضل من دول كلهم، يعني سيستم دي بعد ما اتكتب اثبت ان هو افضل من دول كلهم، خلاص. برضو عايز اقول لك ان سيستم دي كومباتبل مع مين كمان، مع الاب ستارت وكومباتبل مع الانت. بس خليك فاكر الحكايه دي، ان الدنيا ما اتطورتش بين يوم وليله من الانت لسيستم دي، ده كان في النص كده في اكتر من امبلمنتيشن ظهرت، اشهرهم كانت الاب ستارت، ودي اللي الاوبونتو تيم كان وراها. ماشي كده، طيب كلام جميل. تعال بقى نتكلم على الجزء العملي بتاعنا، الجزء العملي. تعال يا سيدي ناخد مثال سيرفيس زي وليكن الاباتشي، الاباتشي بقى نوب سيرفر عندنا، فتعالى كده ناخده كمثال عندنا.
ممكن اقول له كده يام سيرج اباتشي تعالى كده على جريب داش اي الاباتشي عندنا اصلا من غير اي حاجه انا مش محتاجها. ممكن اقول له كده يام سيرج اتش تي بي دي اهو ايوه الاباتشي اسمها اتش تي بي دي. ممكن اقول له كده يام انستول اتش تي تي بي دي ده ليه؟ ده لان الاسطوانه عندي مش اتاتشد بالمكنه. من الواضح ان انا كنت نقلت كل الملفات اللي عندي. طيب فين يا سيدي؟ طيب كل ملفات الايزو اللي كانت عندي نقلتها. طيب عايزين ناخد سيرفيس تانية موجودة عندي على المكنة دي وليكن الاس اس اتش. انا عندي الاس اس اتش سيرفيس كده ممكن اقول له كده ار بي ام داش كيو اي هي موجوده اصلا لان انا اصلا كونكت عن طريق الاس اس اتش فهي موجوده اساسا. فانا ممكن اخد الاس اس اتش دي كمثال عندي. ممكن اخدها كمثال مش محتاجه انستول ولا محتاج اي حاجه. فانسى اليام وانسى الار بي ام وانسى اللي انا عملته ده كله. هي اصلا باي ديفولت بري انستولد عندي على المكنه خلاص كده. طب انا عايز اعرف حاله السيرفيس دي ايه؟ عايز اعرف هي شغاله ولا لا؟ ممكن اقول له كده سيستم كنترول ستيتس لمين يا عم؟ للسيرفز اللي اسمها اس اس اتش دي. دايما اسماء السيرفزز هتلاقيها بتنتهي ها كعرف كده ككونفنشن عندنا بدي. دي معناها ديمون. دي معناها ديمون ماشي كده؟ فالاس اس اتش سيرفز هتلاقيها بتنتهي اس اس اتش دي. الاباتشي هتلاقي اسمه اتش تي تي بي دي. الاف تي بي هتلاقي اسمه في اس اف تي بي دي. هتلاقي دايما حرف الدي في الاخر معناها ان هي ديمون ماشي. وقلت لك ان ديمون ده هي المصطلح بتاع سيرفيس عندنا ماشي كده. طيب كلام جميل. لو حد فيكم فاكر كمان الاسم بتاعه جه منين؟ ما قلت لك العفريت. فاكر مثال العفريت؟ حد فيكم بيشوف شاف عفريت قبل كده؟ نفس الفكره. السيرفيس لما بتكون شغاله في الباك جراوند ما بتشوفهاش، ما تمسكهاش بايدك، لكن انت بتشوف الافكت بتاعها. يعني انا دلوقتي كونكتد بالاس اس اتش صح بالظبط زي العفريت ما بيجي لك كده بيوسوس لك في ودنك. نفس الحكايه انت ما بتشوفوش بس هو له تاثير عليك. نفس النظريه بالظبط خلاص كده. طيب تعالى كده شوف الاستيتس بتاعتها وبص كده يا سيدي الجمال والدلع اللي عندك. بص كده شايف؟ هتلاقيه قايل لك ايه؟ تعالى كده اعمل كنترول كلير كده عشان اقلل المساحه شويه. بص كده عندي سيرفيس اسمها ها اس اس اتش دي دوت سيرفيس. ودي بتاعت انهي سيرفيس؟ بتاعت انهي ديمون؟ اوبن اس اس اتش سيرفر ديمون. حلو جدا. السيرفيس دي ها حالتها ايه دلوقتي؟ حالتها ايه؟ ها اكتف. وبيقول لي السيرفيس دي اب من يوم كام؟ بقالها 6 ايام اب. شايف؟ طيب السيرفيس دي انهي ملف اتسبب لها ان هي يتعمل لها لود؟ ايه الملف اللي السيستم دي استخدمته عشان تبدا الاس اس اتش دي سيرفيس دي؟ ادي الملف اهو لس كده. هات لي يا عم الملف ده. شايف؟ معنى كده ان الاس اس اتش اسف سيستم دي سيرفيس استخدمت الملف ده عشان تبدا مين؟ ها عشان تبدا الاوبن اس اس اتش سيرفر بتاعك. طيب كلام جميل. بص لي كده وحالتها ايه؟ حالتها ايه؟ ها انيبلد. قال له هو ايه الفرق بين انيبلد واكتف؟ ايه الفرق بين انيبلد واكتف؟ والله الفرق بينهم بسيط جدا.
لو قلت له ان السيرفيس اكتف معناها ان هي شغاله دلوقتي، السيرفيس شغاله دلوقتي، بس لو عملت ريبوت هل تضمن ان هي تبقى شغاله ولا لا؟ الله اعلم. تاني، لو قلت له ان السيرفيس دي اكتف دلوقتي معناها ان هي شغاله حاليا، بس لو عملت ريبوت لو المكنه قامت تاني الله اعلم هتبقى شغاله ولا لا. طب لو عايزها، ها، لو عايزها تبدا كل ما المكنه تشتغل لازم تخليها انيبلد. انيبلد معناها ايه؟ معناها ان كل مره هتعمل ريبوت للمكنه اوتوماتيكلي سيستم دي هتعمل ايه؟ هتنده لها وتقول لها اشتغلي. طيب لو مش عايزها تبدا كل مره تريبوت المكنه، خليها ديسيبلد. ديسيبلد معناها ما تشغلش السيرفيس دي لما تستارت المكنه، ماشي كده؟ معنى كده ان انت لازم تشغلها بشكل مانيوال بعد ما تبوت المكنه. خليك فاكر الحكايه دي. تاني، ها، تاني ولا مفهومه؟ انيبلد معناها السيرفيس هتقوم بشكل اوتوماتيك لما المكنه تبدا. طيب ديسيبلد معناها لا مش هتقوم. طيب معنى كده بعد ما المكنه تبدا او بعد ما تريبوت المكنه هتضطر تشغلها بشكل مانيوال. خلاص؟ طيب كلام جميل. اكتف، اكتف معناها ان هي شغاله في الوقت الحالي، هي شغاله دلوقتي. طيب بص كده المين بي اي دي بتاعتها كام؟ شايف؟ فاكر البروسيس اي دي؟ ها، فاكر البروسيس اي دي؟ طيب مين الباينري اللي استخدمته عشان اشغل الاس اس اتش دي؟ اهو شايف؟ طيب ايه دول بقى يا عم؟ دي اخر كده، اخر كام سطر كده عندك في اللوجز بالنسبه، او اخر كام سطر في اللوجز خاصين بالسيرفيس دي، اخر كام سطر في اللوجز خاصين بالسيرفيس دي، ماشي كده؟ اه حلو السؤال ده. هو انت لما بتسطب اي سيرفيس الديفولت بتاعها بيكون انيبلد ولا ديسيبلد؟ بص كده اللي يجاوب لك على ده الحته دي كده، اللي يجاوب لك على السؤال ده الحته دي. كل سيرفيس بتجيلك بيجيلك معاها ديفولت، ها، ديفولت كونفيجريشن. الديفولت كونفيجريشن ده، ها، يا اما بيقول لها تبقى باي ديفولت اشتغلي كل مره الجهاز يبدا، او لا ما تشتغليش وخلي الادمن هو اللي يشغلك بعد ما يبوت المكنه. طيب بالنسبه للاس اس اتش سيرفيس الديفولت كونفيجريشن بتاعها الفيندور بريست، الفيندور بريست عندك بيقول لها ايه؟ ان هي تبقى ايه؟ تبقى انيبل. خدت بالك من الحته دي؟ عشان كده لو سطبت الاباتشي، لما نخش للاباتشي كده للسوفت وير انستوليشن كمان 3 4 ايام ان شاء الله، ونسطب الاباتشي والاف تي بي، هتلاقي ان الاباتشي والاف تي بي باي ديفولت ما بيقوموش لما المكنه تشتغل. يعني كل مرة هتريبوت لازم تشغلهم بشكل مانيوال، أو تروح أنت تغير الديفولت تقول له يا أباتشي ما تشتغلش لما المكنة تبدأ، أو اشتغل لما المكنة تبدأ على حسب احتياجك أنت. في الطبيعي هتبقى تروح تقول له ها اشتغل كل مرة والمكنة لما المكنة تبدأ، اشتغل كل مرة لما المكنة تبدأ. وضحت؟ تمام كده؟ طيب كلام جميل. طيب آخر شوية لوجز بيقول لك إيه؟ الـ SSH ديمون بنشغلها هي، بعد كده ال SSH بقى شغال بيلسن على اي اي بي على بورت 22، خلاص ده بالنسبه لاي بي فيرجن 4 وبالنسبه لاي بي فيرجن 6 كمان. بعد كده اكسبتد ده اللوجنز اللي حصلت، عملت لوجن 1 2 3 4، عملت لوجنز 4 مرات على المكنه دي اللي هي اخر تقريبا اخر 8 سطور لللوجز اللي خاصين بالسيرفيس دي. وبيقول لك هنت كده ان في بعض اللاينز، ها، بعض اللاينز ما عرضهاش كامله خباها، فممكن تستخدم داش ال عشان يجيب لك فل. فانت لو قلت له كده داش ال ممكن تستخدمها عشان يجيب لك، ها، اللوجز كامله عندك. خلاص كده؟ طيب كلام جميل. نرجع تاني،
حلو، تعال ناخد نفس المثال على سيرفيس تانية مثلا زي كرون دي. كرون دي دي عبارة عن سيرفيس كل وظيفتها في الحياة ان هي تعمل سكاجولينج للجوبس، ان هي ترن لك الجوبس او ترن لك بروسيس في وقت معين في ساعة معينة في يوم معين وهكذا. خلاص، حالة كرون دي ايه؟ بصلي كده حالتها ايه؟ بصلي كده حالتها ايه؟ ها بيقول لك ده كوماند سكيجلر، ده عبارة عن سكيجلر سيستم كل وظيفته ان انت ترن ابلكيشن معينة او كومنتس معينة في وقت معين. بصلي كده حالتها ايه؟ اول حاجة، هل هي شغالة في السيشن الحالية؟ ها دلوقتي هي شغالة؟ اه شغالة دلوقتي. طب هي لما كل مرة الجهاز هيبدأ حالتها هتبقى ايه؟ enabled. طيب بصلي كده، لو جيت اقول له سيستم كنترول ديسيبل للسيرفيس اللي اسمها كرون دي، حلو، بص كده سيستم كنترول ستيتس كرون دي دلوقتي، بص كده ايه اللي حصل، قال لك بقت حالتها ايه، ها شايف دي بقت ديسيبل. معنى كده ان انت لو عملت ريبوت للمكنه دي المره الجايه مش هتبقى شغاله. طب اثبت لك اهو، ريبوت كده، ريبوت كده، شوف ايه اللي هيحصل لكروم دي دلوقتي. لسه هناخد كروم بالتفصيل، والله انا بتكلم عليها كسيرفيس بس، انا بتكلم عليها كسيرفيس، انا بتكلم من وجهة نظر سيستم دي حتى الان، انا بتكلم من وجهة نظر سيستم دي، ماليش دعوة ايه اللي السيرفيس بتعمله، ماليش دعوة ايه اللي هي بتعمله، لسه ما وصلناش للنقطة دي. خلاص، تعال اعمل لوجن مرة تانية. سيستم كنترول ستيتس كروم دي كده، بص حالتها بقت ايه، انكتيف. انكتيف معناها ان هي خلاص مع السلامه يا ريس. طب لو عايز تشغلها دلوقتي، ها لو عايز تشغلها دلوقتي حاليا، ممكن اقول له كده سيستم كنترول ستارت مين يا عم، كرون دي، بص كده حالتها ايه اللي حصل لها، بقت اكتف راننج اهيا، بقت اكتف وراننج، بس خلي بالك لسه ايه، لسه ديسيبلد. معنى كده انك لو عملت ريبوت هل هتقوم، ها لو عملت ريبوت هل هتقوم؟ لا مش هتقوم، لازم تخليها انيبلد. خلاص، يبقى ستارت ها بيعمل لها ايه، بيشغلها في السيشن الحاليه فقط، انما اول ما تعمل ريبوت هيبص على ها انت كنت عايز هتبقى اوتوماتيكلي تشتغل لما الجهاز يبدا ولا لا، بس كده. ده عشان اخليها بقى دايما تلود والجهاز بيبدا، ممكن اقول له كده سيستم كنترول انيبل كرون دي اهو كده، ستيتس كرون دي ايه اللي حصل لها، بص بقت حالتها ايه يا معلم، بقت انيبلد. معنى كده ان انت لو عملت ريبوت للمكنه اوتوماتيك هتبدا. طيب لو عايز توقفها دلوقتي بس، ممكن اقول له كده سيستم كنترول ستوب كرون دي ستيتس كده مره تانية، بص لي كده حالتها دلوقتي ايه، حالتها دلوقتي ايه، انكتيف، معناها ان هي ايه، خلاص ماتت. بس بص لي حالتها ايه، ها في البوت اب حالتها هتبقى ايه، انيبلد. معنى كده ان انت لو عملت ريبوت للمكنه ايه اللي هيحصل، المره دي هتبقى شغاله، لكن دلوقتي حاليا ها مالها، حاليا وقفت، بس لو عملت ريبوت اوتوماتيك هتشتغل. عايز نثبت لك اهو، ريبوت اهو، رغم ان انا كانت ان اكتف اهي دلوقتي عندي، اول ما تعمل ريبوت هيبص على السيتنج هيقول لك اه يا عم ده انت عايزها تبقى انيبلد، ده انت عايز تبقى انيبل، خلاص شغلها. خلاص كده،
هو سيستم كنترول ستاتس كرون دي. بص ايه اللي حصل، اوتوماتيك راح شغلها رغم ان انا اخر حاجه كنت عاملها كنت موقفها، اخر حاجه عملتها وقفتها هون وكانت ان اكتف، بس لما جيت عملت ريبوت بص لي على السيتنج بتاعتها. السيتنج كان بتقول له ان انت او ان انا عايزه تبقى انيبل ده لما تيجي تبدا، فبص راح مطبق السيتنج دي، فبقت دلوقتي حالتها لما جيت ابدا المكنه ها اشتغلت اهي ها. يبقى دلوقتي فهمت ايه الفرق بين انيبل وديسيبل وبين اكتف وان اكتف. ها اكتف وان اكتف في الوقت الحالي فقط، مالوش دعوه وانت بتريبوت ايه اللي هيحصل او انت بتستارت المكنه ايه اللي هيحصل، انما انيبلد وديسيبلد هيتحكموا في ايه لما تيجي تبدا السيرفيس دي. ماشي كده، اسف، لما تيجي تبدا المكنه دي السيرفيس دي عايزه تبقى تشتغل ولا لا. وضحت الفكره؟ طيب حلو جدا حلو جدا. بالمناسبه بقى لو انت عايز تقارن الامرين التلاتة دول مع الانت، لو حطيناهم في وجه مقارنه، لو انت شغال انت كنت بتقول له كده سيرفيس كرون دي ستاتس، بدل سيستم كنترول كنت بتستخدم الامر اللي اسمه سيرفيس. ماشي كده، ماشي. طيب لو عايز توقفها كنت بتقوله كده سيرفيس كرون دي ستوب، خلاص كده. طب عايز تشغلها هتقول له سيرفيس كرون دي، لو قلت له كده ستيتس مره ثانيه بقت ايه دلوقتي، بقت ان اكتف اهي. طب عايز تشغلها سيرفيس كرون دي ستارت، طيب كلام جميل، يبقى ستارت وستوب. طيب لو عايز تقول له انا عايزها تبقى ديسيبلد كل مره والمكنه بتبوت كنت بتقوله كده شيك كونفج كرون دي اوف. اوف معناها كل مره تبدا المكنه مش عايزها تشتغل، كل مره وانت بتبدا المكنه مش عايزها تشتغل. لو جيت تقول له كده ستيتس، بص حالتها بقت ايه دلوقتي، بقت ديسيبل ده هي، بقت ديسيبل ده هي، خلاص. طب ممكن تقول له كمان سيرفيس او اسف تشيك كونفيج كرون دي اون اون، ها هيخليها لك ايه انيبل. شفت؟ يبقى لو جيت بصيت كده بكل بساطه سيستم كنترول انيبل واسم السيرفيس تعادل شيك كونفيج بعد كده السيرفيس اون، ولو قلت له سيستم كنترول ديسيبل لسيرفيس كانك قلت له شيك كونفيج وبعد كده السيرفيس دي اوف، خلاص. انما سيستم كنترول ستارت وبعد كده السيرفيس كانك قلت له سيرفيس وبعد كده اسم السيرفيس ستارت، لو قلت له سيستم كنترول ستوب بعد كده اسم السيرفيس دي تعادل مين، ها سيرفيس وبعد كده اسم السيرفيس دي ستوب. شفت؟ هو امر واحد مع سيستم كنترول لكن اكتر من امر مع انت. انت كنت بتستخدم امرين دلوقتي واحنا شغالين، تمام كده، ها وضحت؟ ها حد عنده اي مشكله؟ حلو جدا حلو جدا جدا جدا، سلام الله يفتح عليكم. بص لي بقى كده يا سيدي، بص لي بقى كده سيستم كنترول، سيستم كنترول، سيستم كنترول، ها ممكن اقول له كده از انيبلد للسيرفيس اللي اسمها كرون دي، بساله بص لي كده قال لي ايه، ها ايوه دي انيبلد. طيب لو عايز تقول له هي شغاله ولا لا ممكن تقول له كده از اكتف للسيرفيس اللي اسمها كرون دي، قال لي ايوه اكتف. طب تعالى كده اقول له سيستم كنترول ستوب كرون دي، وممكن اقول له سيستم كنترول مره تانية كده از اكتف كرون دي،
بص قال لي ايه المره دي لما وقفتها، قال لي ايه؟ ها قال لي المره دي ان هي ان اكتف، تمام كده تمام. حد عنده اي مشكله؟ ها حلو جدا ممتاز. يبقى ممكن تستخدم ايه شويه تولز كده معاه. بالمناسبه سيستم كنترول كده دي كل لو ضغطت دبل تاب هيجيب لك كل اللي ممكن تستخدمه معاه. لو ضغطت دبل تاب ممكن تستخدمه، ها كل الحاجات اللي ممكن تستخدمها مع سيستم كنترول. ممكن تقول له كده مثلا حلو مثلا فين يا سيدي؟ احنا خدنا سيستم كنترول باور اوف صح؟ خدناها دي صح؟ وسيستم كنترول ريبوت خدنا الاثنين دول صح؟ ما خدناهمش؟ خدناهم يا معلم. فاكر في الاول خالص لما قلت لك ازاي تعمل ريبوت للمكنه باكتر من طريقه، وازاي تعمل لها شت داون باكتر من طريقه؟ خدناهم ايوه مظبوط. طيب حلو جدا. طيب قبل ما اتكلم في الموضوع اللي انا كنت عايز اتكلم فيه، هقول لك بس على حاجه. خازوق كان بيحصل لنا كسيستم ادمنز واحنا شغالين، عارف هو ايه؟ بص كده هديك سيناريو خزعبلي كان بيحصل معانا. انا رشقت فيه قبل كده مع واحد كنت شغال معاه. بص يا سيدي عايز اقول لكم ان عندنا اكتر من امبلمنتيشن للويب سيرفرز موجودين في اللينكس. يعني مثلا عندنا ويب سيرفر اسمه اباتشي، وامبلمنتيشن تانيه الويب سيرفر اسمه انجن اكس. خلاص طبعا مش عايز اقول لك ان في شيروكي وفي شويه حاجات كده كتير قوي موجودين، بس دول اشهرهم. ده بيلسن على بورت 80 وده بيلسن على بورت 80 مش كده؟ الاثنين بيعملوا نفس الحاجه على فكره، بس ده مكتوب امبلمنتيشن وده امبلمنتيشن ثانيه، تمام كده؟ في مشكله؟ طيب ينفع الاثنين يكونوا انستولد في نفس الوقت على المكنه؟ في نفس الوقت يكونوا الاثنين انستولد على المكنه؟ ايوه ينفع زي الحلاوه مفيش مشكله. طب ينفع الاثنين يشتغلوا في نفس الوقت على المكنه والاثنين على نفس البورت؟ ينفع الاثنين على نفس البورد؟ لا ما ينفعش. خلاص طيب حلو قوي. انا كنت مشغل في مره سيرفر، والسيرفر ده كان شغال اباتشي. بعد كده لقيت الاباتشي، يعني بصراحه بكل بساطه عايز اقول لك ان انجن اكس اسرع من اباتشي بكتير جدا. ده طياره، اعتبر ده كده سرعه الصاروخ. الاباتشي فيه فيتشرز اكتر من انجن اكس. الاباتشي بيشغل كميه سيستمز موجوده عنده، يعني ممكن تشتغل بي اتش بي، بايثون، كل الكلام ده بسهوله جدا، مش زي انجن اكس. اشتغل روبي، اشتغل جافا، اتنطط مع الاباتشي، اعمل اللي انت عايزه ماشي كده. بس الانجن اكس اسرع. فلو انت عندك ويب سيرفر كل اللي هتشغله عليه اتش تي ام ال او بي اتش بي او بيرل او الحاجات دي البسيطه دي، ممكن تشغل انجن اكس ده، لان انجن اكس اسرع بكتير، اخف بكتير جدا، اخف ماشي. فانا جيت عملت ايه؟ وقفت كل حاجه كانت شغاله بالاباتشي ورحت مسطب انجن اكس ده، تمام؟ هوب ورحت موقف السيرفيس بتاعت مين؟ بتاعت الاباتشي. وقفت السيرفيس وخليتها كمان ديسيبلد، خلاص خليتها اوف. شغلت الانجن اكس وبقت كل حاجه تمام. هوب نزلت اجازه، السيرفر حصل باور فيلير، السيرفر عمل ريبوت، جم المعلم. ايه اللي حصل؟ ما لقاش الويب سيرفيس شغاله. راح جاي من ورايا هوب كده، قال لا جه يبص على سيرفيس اباتشي ستيتس، قال له الاباتشي ده ها اوف. مش كده وبس، ده السيرفيس بتاعته دي داون كمان مش شغاله. راح عامل ايه؟ راح مشغل الاباتشي. شفت الخازوق اللي حصل؟ رجع شغل الاباتشي تاني.
فكان في عندنا السيناريو العبقري ده كان بيحصل كتير جدا جدا، ان انت يكون عندك 2 سيرفس بيعملوا نفس الحاجه على نفس المكنه، بس انت سايب واحده كده بس لان دي كانت القديمه، مش سايبها لاكتر، يعني لاكتر ولا اقل، هي ما بتعملش اي حاجه بس انت سايبها كده، بس هي برضو ايه مش شغاله، ما بتعملش حاجه، بس انت سايبها بس كده ايه لسه بتجرب في دي تيستنج كده، في مرحله تيستنج دي ما ينفعش تشغل 2 مع بعض في نفس الوقت، ما ينفعش، بس في نفس الوقت انت عايز تتاكد، عايز تتاكد ان 1000000% عمر دي ما تبدا كده الا لو انا قاصد 1000000% شغالها، لو انا قاصد 1000000% شغالها عمر دي ما هتشتغل اهو، هي دي بس اللي ممكن تشتغل. ممكن تعمل حاجة اسمها ماسك للسيرفيس، ايه الماسك دي؟ الماسك دي بكل بساطة هيمنع ان السيرفيس دي تقوم مهما حصل، حتى لو قلت لها ستارت، يعني تعالى كده ممكن اجينا كده اقول له سيستم كنترول ستيتس للسيرفيس اللي اسمها كرون دي هي انيبل، تعالى كده سيستم كنترول ستارت كرون دي، شوف الستيتس بتاعتها كده ايه، حلو قوي، هقول له كده سيستم كنترول ماسك كرون دي، خلاص كده اعمل ريبوت للمكنه دي. تعالى اوريك بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي، يلا يا وحش، بص لي كده سيستم كنترول ستاتس كرون دي، انا قلت له ايه اعمل لي ماسك للسيرفيس، لو جيت اقول له كده سيستم كنترول ستارت كرون دي، بص لي كده ايه اللي حصل، شفت عمل ايه، منعني، حتى منعني ان انا اشغل السيرفيس دي، حتى منعني ان انا اشغلها، خلاص كده. يبقى لو عندك سيرفيس وعايز تمنع ان اي حد تاني يشغلها، حتى لو عندك اكتر من ادمن، ممكن تعمل لها ماسك. ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك لو عندك 2 سيرفيس بيعملوا نفس الحاجه، والاتنين عايز تشغل واحده بس، التانيه مش عايز اي حد تاني يشغلها، اعمل لها ماسك، خلاص كده. ها وضحت؟ طب فرضا ان خلاص انا خلصت الجزء اللي انا كنت عايزه وشلت السيرفيس الجديده، لقيتها وحشه قوي، انا لقيت الانجن اكس ده سيء جدا يا عم، وهرجع ريفيرت باك للاباتشي، ها خلاص شيل الانجن اكس وبعد كده رجع الاباتشي. طب ارجع ازاي السيرفيس دي ان هي تشتغل؟ انا عايز اقدر اشغلها مره تانيه، والله اعمل كده سيستم كنترول انماسك للسيرفيس دي، وبعد كده سيستم كنترول ستارت للسيرفيس، جيت تقول له وريني الاستاتس بتاعتها، ها ايه رايك رجعت تاني زي ما كانت ولا لا؟ شايف؟ يبقى عمليه ماسكينج للسيرفيس هتمنع ان اي حد يشغلها مهما حصل، انما اليو ماسك معناها هتعمل ايه، او ان ماسك، الان ماسك للسيرفيس ترجعها لوضعها الطبيعي مره تانية، خلاص كده. هيفيدك في حالات ان انت عندك 2 سيرفيس بيعملوا نفس الحاجه، ماشي، او الاثنين بيلسن على نفس البورت، 2 امبلمنتيشن بيعملوا نفس الحاجه، فساعتها هتبقى محتاج تشغل واحده بس، تمام كده. طيب كلام جميل، ها ده الحته اللي كنت عايز اقولها قبل ما اكمل، لمين؟ قبل ما اكمل بقيه الجزء بتاع سيستم دي. طيب هناخد بريك وبعد كده نبدا نتكلم على التارجتس، ماشي، اللي هو النص التاني بتاع سيستم دي،
النص التاني بتاع سيستم دي. ايوه قبل اي حاجه، لو واحد فاهم وعمل ان ماسك، ده معناه ان واحد هو عارف هو بيعمل ايه، والا يبقى بيخرب. وصلت الفكره؟ يعني الفكره ان انا عايز امنع الشخص ان هو يشغل السيرفيس، عشان انا بقى عايز افهمه ان في ان انا قصد اعمل كده اساسا، انا قصد ان انا اوقفها اصلا. انما لو جه واحد وعمل لها ان ماسك، يعني انا مثلا كان عندي يوزر اسمه مصطفى، ومصطفى ده كنت مديله نفس الروت بريفيليج، مديله صلاحيات زيه زي الروت بالظبط، خلاص. وجه الراجل ده عمل لها ان ماسك، معنى كده الراجل ده كان قاصد. ده انت بتتكلم في سيناريو تاني، بتتكلم في سيناريو تاني خالص. وصلت؟ ما انا قلت لك اللي يجبرك ان انت يكون عندك حاجتين بيعملهم، او يكون عندك اتنين حاجتين بيعملوا، او اتنين سيرفيس بيعملوا نفس الحاجه، ان انت كان عندك سيرفيس قديمه وبتجرب واحده جديده، زي اتنين ويب سيرفر. عندك الاباتشي، لقيت الاباتشي تقيل عايز تجرب انجن اكس. عندك اف تي بي، اف تي بي سيرفر، الاف تي بي سيرفر القديم اللي عندك ما كانش بيسبورت ال ال داب او الاكتف دايركتوري اوثنتيكيشن، رحت جايب سيرفيس جديده اسمها نيو اف تي بي، والسيرفيس الجديده دي بتسبورت الاف تي بي، او اسف بتسبورت الاكتف دايركتوري اوثنتيكيشن، وعايز تجرب السيرفيس الجديده. ها، هل هتشيل القديمه خالص؟ تحذفها يعني؟ طب وليه العذاب ده؟ ما تسيبها موجوده واعمل لها يو ماسك وسطب الجديده، او اعمل لها اسف اعمل لها ماسك سطب الجديده، جرب الجديده، عجبتك خير وبركه، ما عجبتكش امسحها واعمل ان ماسك للقديمه. خلاص كده؟ واضحه؟ طيب حلو جدا، ناخد بريك 5 دقايق وبعد كده نرجع نكمل ايه بقيه مين سيستم دي. تمام كده؟